لو بتحكي خنزيره احكي اعمل لك لا تخليني معك ها خليني وانا حضر انا وكيلك ما بعرف وحياه اولادي ما بعرف انا ابوك على ابو اولادك انا راح بلغ الشرطه هلا واذا طلع كلامك مو مزبوط قسما بالله بقتلك معلم ما في حدا لحدا موبايلاتك كله خارج التغطيه شو معقول معقول يكون عامل فيها او بالبنت شيء معلم انا من رايي خلينا نبلغ الشرطه والله احسن شيء كل اللي عم بيصير معي سببه اعز رفقاتي كل شيء كنت اتخيله غير انه هي اقرب وحده الي انه تخوني وتطعم بظهري مدام انت روحي وتعي ودي عليهم الا ما تجي دعوتك بساعه مستجابه بس الاحسن تسامحي خلص ما عاد في امل الدنيا سودت بوشي وكل الناس عم يخونوني لا مدام زعل منك انا ما اكون محلك هلا بفرح كثير لان ربي كشف لي اياهم هلا اول شغله اسمعي مني بتقري 40 مره سوره ياسين و40 مره سوره البقره وبتعملي مسبحتين سورة الإخلاص ومسبحتين بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعدين بنروح هناك هلا بنقعد منتكتك ونشوف كيف ناخذ متقدم ومتأخر تبعك ومنتكتك شلون بدنا نشلحهم اللي فوقهم واللي تحتهم أنا عم فكر مبدئيا ارتكب فيه جريمة وحلو له بيته وين راح مخان ما في شيء من هذا الشيء بده يصير أنا عم فكر صغرها للمشكلة مو كبرها أصلاً اليوم نزار صار متصل فيي أكثر من 10 مرات على الموبايل وأنا حاسسته إنه ضميره عم بيأمره بس ما رديت عليه قلت لحالي بس روق المساء بحكي معه بشوف شو بده وين فكرت وبشو فكرت أنت حبيبي أنا ما عاد أقدر أتحمل مشان الله تعال خبره يا حبيبي سامحتك من كل قلبي على كل شيء يلا ما تطول عم بستناك الو انت اجي انا بحبك بحبكم يا تمام وحياتك لعوضك عن كل لحظه ازعجتك فيها وما رح خلي شيء بيهددني يفرق لك شبك العمى ما عم تشوف قدامك حبيبتي صار لك شيء لا ماما ما صار لي شيء العمى موتتني رعبه شو وين عيونك وين مخك والله عم بطلع من طلع خلينا نروح نجيب شويه اكل طب مدام ما اروح نشتري اكل من جنب البيت اللي نسكن فيه انا وياكي حبيبي اول شيء ما اسمه بيت اسمه فيلا ثاني شيء ما في قدامه محلات قريبه تفضل امشي وفتح عيونك يعني نضل لحالنا